للاعبنا الدولي المغربي رضا سليم. رضا سليم الحياه لاعب من الصفقات المهمه جدا، امبارح بياخد يا دوب دقائق بس من مشاركته في المباراه، يتعرض لاصابه مؤثره جدا في الترقوه، تقريبا في تفتيت في عظمه الترقوه حسب وصف الطبيب المعالج او اللي اجرى الجراحه اللي موجود مع رضا في الصوره، الدكتور اشرف نهاد اللي اجرى هذه الجراحه، والنهارده اعلن عن نجاح هذه العمليه. اعتقد يعني عمليه غلسه في توقيت برضه صعب. نرجع تاني للتوفيق عشان الناس ساعات بتقول لك انت عمال تتكلم، ما هو ده جزء. اشمعنى قال مع نجوم؟ يعني انت لما تيجي تتكلم مين اكتر لعيب دخل في الفرقه واندمج السنه دي؟ رضا سليم. رضا اكتر واحد ترجم الى مشاركات ايجابيه ودور فعال، وشفناه يتعرض لكل انواع الاذى المتعمد في الماتش الذهاب. ايوه. ويخرج سليم. ايوه. ده بعد دقيقه واحده يصاب هذه الاصابه، ويا اخي الاصابات عندنا ما على رأي مفيش هزار، كله ضرب مفيش شتيمه. طيب حجم الاصابه وتداعياتها وظروفها وغيابه، غياب رضا سليم، معنا على الهاتف الدكتور اشرف محرم استاذ جراحه العظام اللي اجرى هذه الجراحه اليوم. مساء الخير يا دكتور. يا نور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. يعني هتشرف بيك يا فندم. دكتور حطنا في الصوره لجراحه رضا سليم، ايه التشخيص وايه اللي تم فيها؟ هو رضا وقع كسر ترقوه، كسر مفتت يعني اكتر من خط للكسر الواحد. وامبارح بالليل راح المستشفى، عملنا الفحوصات والاشعاعات المطلوبه، والصبح النهارده الساعه 9 الصبح اجرينا جراحه تثبيت للكسر بشريحه ومسامير ومسمار نخاعي. تداعيات الاصابه دي يا دكتور على باذن الله عندما يتم شفائه بالكامل على ادائه ممكن تؤثر عليه، ولا المساله بتبقى عامله ازاي؟ احنا ان شاء الله باذن الله تعالى يعني يعني واخدين احتياطاتنا، ان هو طبعا لعيب على مستوى مهاري عالي ومحتاج ينزل ملعب اقرب ما يمكن، فهو من اول الاسبوع الجاي هنسمح له بالجوجينج والجيم وشغل الرجلين كله، ومن بعدها باسبوعين هيقدر يجري سبرنتات ويشتغل بالكوره، ولكن الالتحامات لازم ما هتتاخر لغايه ما الكسر يلتئم. وبعد ما يلتئم بقى يقدر يرجع لطبيعته باذن الله تعالى. لا اتحدث عن تاثيرها على ادائه وعلى التحاماته، وعلى مش هيبقى ليها تاثير ولا لا 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 ان شاء الله ما تبقاش ليها تاثير باذن الله تعالى. احنا مثلا من قيمه شهرين ونص تقريبا عملت كتف خالد عبد الفتاح، كان عنده نفس الكسر في الترقوه، والحمد لله ربنا كرمنا عرفنا ننزله بدري، يعني شهرين وكام يوم. اصابته قريبه من اصابه خالد عبد الفتاح؟ يمكن اصابه خالد كانت اخف شويه، اخف، ربنا كرمنا فيه واتم لنا نعمه شفائه بدري، فقدر ينزل الملعب على شهرين واربع ايام ولا حاجه. اصابات الترقوه تبدو غريبه للاعيبه الكوره شويه؟ لا والله ابدا، ده حتى رضا نفسه كسر الكتف الثاني من اربع سنين. عامل الكتف الثاني؟ الكتف الثاني مقصود من اربع سنين، نفس الترقوه برضه. ده كده بيتعدل بقى. لا لا لا، ده مش نفس الكتف يا ريس، مش نفس الكتف. نفس الكتف. ده الكتف الثاني. الكتف الثاني. تمام. طيب. طبعا الشد العصبي والتوتر الاحداث اللي كانت حاصله شد اللعيبه، مش مركز بيقع ازاي، مش واخد باله من بتاع، مهتم بالكوره قوي، يعني طبعا عامل من عوامل زياده الاصابات يعني. هل ما يتردد انه ممكن يغيب من شهرين لثلاث شهور؟ دي فعلا مده طبيه طبيعيه ولا ممكن قبل او بعد؟ والله هو يعني الطبيعي ثلاث اشهر، خصوصا بحجم الكسر بتاع كابتن رضا. وربنا يتم له شفاء. يعني في لعيبه مش هقول اسامي، يعني في لعيبه غابت اكتر من سنه في كسر ترقوه، لكن ان شاء الله ما نوصلش كده ابدا باذن الله تعالى. دكتور اشرف، يعني هل بينصح ان في تدريبات معينه للسقوط؟ بنشوف لعيبه محترفين بره بيتدربوا على طريقه معينه للوقوع عشان يتفادوا مثل هذه الاصابات المؤثره يا دكتور، هل ده فعلا ينصح بيه؟ هو حاجات كتير قوي يا كابتن
تمنع الاصابات، من اولها الانضباط في مواعيد التدريب والنوم والاكل الصحي، وبرده الدعم النفسي في المباريات الصعبه زي كده. لكن جزء منها طبعا المهارات الوقوع دي ممكن تتنمى عند اللعيبه بالتمرين وكده زي ما حضرتك بتقول. هو سؤال ذكي من الاستاذ ابراهيم، لان نعلم علاقتك بكره القدم. ربنا يحفظك. حضرتك نجل الحكم الدولي الكبير نهاد رحمه الله كابتن نهاد محرم. ونهاد محرم كان لعيب في الترسانه يعني. كان لعيب كوره يعني. طبعا. لا هو يعني لو انا هقول التاريخ، هو والدي لعب في الاهلي الاول. ايوه. وكان في نفس الفرقه مع كابتن صالح فليب، وكان كابتنه في السعوديه وفي الاهلي. اها. وبعد كده جدي عبد الحميد محرم كان عضو في اتحاد الكوره مع حيدر باشا. اللي كان رئيس نادي الزمالك ورئيس اتحاد الكوره في نفس الوقت. ايوه. فشاف والدي بيلعب في ماتش، قال له لا ده اثنين الزمالك على طول. خدوا من الاهلي على الزمالك. خدوا من الاهلي على الزمالك واتعور في الزمالك، قال له غضروف، فكان لعب في الترسانة. طيب. يعني هو انا ليه بنقول هذا الكلام؟ عشان لما بنسال للدكتور بنساله كرجل له علاقه بكره القدم. هو نائب الدكتور اشرف نائب رئيس نادي الصيدي، يعني برضه ابن اسره رياضيه ومنغمس فيها. الحمد لله يا فندم، انا رئيس نادي الصيد وبفخر ان انا يعني من عيله كرويه كبيره وبنحب الكوره وبتجري بدمنا. ما نوثقش بقى على كتف رضا سليم. ربنا يتم له الشفاء ان شاء الله ونطمنكم عليه قريب. شاكرين جدا يا دكتور. كتر شكرا جزيلا. دكتور اشرف محرم، اعتقد طمن حضراتكم على اصابه رضا سليم. باشمهندس انت تلاقي